وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. ساعات سبب انقسام البيت بيكون خارج عن إرادتي، وفي الغالب بيكون بسبب أنا وبسبب تصرفاتي. ربما الأهالي، الأب والأم يعني، مش حاسين قد إيه مرارة الانقسام في البيت. البيت المنقسم بيسبب مرارة للنفس، وبعض الأحيان ما بيخليش الأولاد يفكروا في الزواج اللي شافوه كفاية. إيه أسباب الانقسام في البيت؟ ناخد بعض الأسباب: عدم التوازن بين الطموح والإمكانيات. أنا عايز بيت في أحسن منطقة، أنا عايز عربية أحدث موديل، لكن الإمكانيات ما تغطيش. عدم التوازن بين الإمكانيات والطموح بتخلي البيت ينقسم. من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة؟ هل عنده ما يلزم لكماله؟ ببص للناس اللي حواليا عايز أبقى زيهم. هنا عدم التوازن بين الطموح والإمكانيات يقسم البيت. عدم التوازن بين العقل والقلب، في فرق بالاتنين. الإنسان اللي بيستخدم العقل إنسان شديد في التعامل معاه، الإنسان اللي بيستخدم القلب إنسان عاطفي يتأثر بالكلام. عدم التوازن بين العقل والقلب يقسم البيت. عدم التوازن بين حريتي وحرية الآخرين، حرية متوزعة بطريقة غير عادلة. ساعات اسمع كده، سامحوني يعني، يقول لي: يا ابونا انا ما اسمحش لابني يكون عنده فيسبوك. طب وانت عندك قد ايه؟ عندي 2 3 4. لكن ما زال في تصارع بين العقل والقلب يسبب انقسام في البيت. لا يطلب احد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للاخر. عدم التوازن بين الاقوال والافعال يقسم البيت. ساعات بيبقى حافظين شعارات بنقولها ورددها قدام الناس: انا كذا وكذا وكذا. ده كلام قدام الناس، لكن لما الناس تمشي الافعال بتظهر. عدم التوازن بين الاقوال والافعال يقسم البيت. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. عدم التوازن بين المسؤوليات والالتزامات يقسم البيت. زوج مرمي عليه كل شيء، والزوجة مع المسلسلات التركية 3000 4000 حلقة، أو العكس، الزوج على حمل البيت والأولاد والشغل، والزوج جايب كابل يجيب 60,000 قناة عمال يعمل فليبنج للقنوات. عدم التوازن بين المسؤوليات والالتزامات يقسم البيت. العالم بيتنافس على المركز الأول في كل شيء. مين الأول؟ في البيوت بتاعتنا مفيش تنافس غير على المركز الثاني. الأول سيبه للآخر، لكن تنافس على المركز الثاني. البيت لو فيه تنافس على المركز الأول انقسم. مين كلمته اللي تتسمع؟ مين كلمته اللي تمشي؟ والعيال ضحية، سمعنا وضاعوا. عدم التشجيع يسبب انقسام في البيت، بيدفع الأولاد اليأس. طول ما أنا ما بشجعش الطرف الآخر وولادي بيسمعوا الكلام ده، يطلع البيت
مليان اكتئاب وقلق وضيق. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. كلمة مشهورة جدا في بيوتنا دلوقتي، يقول اسمع يا ابونا انا اللي عملته ده reaction not action. يعني انا دفعت لافعل هذا. تسمع الطرفين الاتنين reaction. طب الاكشن بدا ازاي؟ مفيش، مبني للمجهول، حد عمله. الذكي هو اللي يثبت ان كل افعاله رياكشن، ونسينا ان في السماء ربنا بيعرف مين اللي عمل ده. ممكن تضحك على كل الناس، لكن مع ربنا اسطوانة ديت مشروخ. لا تخرج كلمة ردية من افواهكم. اللي بيقسم البيت المشورة الخاطئة، لازم الناس اللي بتدي مشورة خاطئة تتوب على اللي بتعمله. ياما بيوت انقسمت بسبب المشورة الخاطئة. انت بتسمع لمين؟ لو بتسمع لشخص بيريح قلبك يبقى ما انتش مظبوط، لكن بتسمع لشخص مرتبط بربنا يبقى انت ماشي مظبوط. المشورة الخاطئة تؤدي إلى انقسام البيت. قساوة القلب بتؤدي إلى انقسام البيت. مشغولية تؤدي إلى انقسام البيت. عايزين نكبر، عايزين وعايزين وعايزين، شغلنا كتير ما شفناش ولادنا، ما تمتعناش بيهم. قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. الأنانية تؤدي إلى انقسام البيت. راحتي، مصلحتي، طلباتي، مزاجي، رأيي، فلوسي، حسابي، أنانية تسبب في انقسام البيت. البخل في المشاعر، البخل في الكلام والحوار يؤدي إلى انقسام البيت. أقدر أتفرج على ماتش أقعد ساعات، لكن أول ما ابني أو بنتي تتكلم ثواني مش فاضي مش فاضي. طب هيتكلموا مع مين؟ هيتكلموا مع مين؟ الغضب يسبب في انقسام البيت. الصوت العالي، الإهانة والسخرية، تجريح، خصام، النقد المستمر يخلي البيت منقسم. سواء عملت ولا ما عملتش هسمع. القيود الصارمة بتقسم البيت. إزاي نمنع إن البيت ينقسم؟ الإنسان اللي يميل للسلام الداخلي وسلام العقل والفرح، إنسان يجعل بيته يعيش في سلام. الإنسان اللي بيشجع، الإنسان اللي يشارك الكل في البيت، أولاد، الزوجة، كل واحد ليه وجود في البيت، ليه كيان، ليه عمل، ليه قيمة، كلمته مسموعة سواء صغير أو كبير، يخلي البيت غير منقسم.